الفترة اللي فاتت الفكرة والحلم اللي كان عايز يحلمه عمرو مصطفى علشان يخلي أم كلثوم تغني بالذكاء الاصطناعي. ويمكن أنا قلت إن ده حلمه وحقه إن هو يحلم، بس صعب إن احنا ممكن نستوعب ده. لكن الجديد إن عمرو الأغنية دي هتغنيها مي، ففكرة إن أنا غيرت إن أم كلثوم هستخدم أغنية جديدة ليها، فإحنا عايزين نعرف إيه اللي حصل، أو عايزين نعرف دقة المعلومة إن مي فاروق هي اللي هتغني الأغنية، وبيساعدنا إن إحنا يكون معانا النجم الرائع والمختلف والمثير للجدل لكن للفرح وللسعادة وللإبداع أيضا عمرو مصطفى. يا مساء الفل يا عمرو. مساء الفل، ازي حضرتك؟ ازيك يا عمرو، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. احكي لنا بقى القصه، مي فاروق هي اللي هتغني الاغنيه؟ اولا بس لازم بمس طبعا عليكي وبمسي على كل اللي بيتفرجوا علينا على شاشه السي بي سي. انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا عملنا مشروع لاحياء التراث وهويتنا المصريه والعربيه، ده كان المشروع. تمام. والمشروع ده انا ابتديته ان انا نفسي كنت الحن في العصر القديم، وبالتالي بعد ما نزلت مشروعي لقيت هجوم كبير جدا، رغم ان انا معروف تاريخي الفني ايه كله. استغربت جدا للهجوم الشديد اللي حصل ده، يعني انا نفسي في ذهول ليه؟ واولا انا مش مثير للجدل، انا نزلت حاجة عايز اعملها، هم هو 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 الموضوع اللي اثرهم مش ذنبي، ولا عايز اسير الجدل، ولا انا عمري فكرت اسير الجدل. انا دايما بقول الحاجة اللي انا عايز اعملها، هي بقى بتثير الجدل ما بتثيرش الجدل، ده مش موضوعي. ثانيا انا استخدمت الاصول والتقاليد، ان انا رحت للاسرة المالكة لحقوق الاسم والصورة، ولم اتعدى على اي مصنف فني لاي شخص. فبالتالي انا دلوقتي قدمت بصوت مي فاروق، لان احياء التراث ده ان احنا يكون عندنا اغاني جديده بالشكل والهويه المصريه، ده كان الهدف. طب يعني الاغنيه هتغنيها مي فاروق، ده خبر دقيق؟ مي فاروق غنت الاغنيه وموجوده على البلاتفورم دلوقتي، وهتنزل الساعه 7 ان شاء الله النهارده، وهيغني الأغنية من بيروت ومن سوريا ومن الأردن ومن كل أنحاء الوطن العربي. الأغنية دي هتتغنى، وكان لينا قبل كده تجربة في أغنية من غير ليه، غناها الأستاذ هاني شاكر، وغناها طاهر مصطفى، وغناها عبد الحليم حافظ، وغناها الأستاذ محمد عبد الوهاب. يعني لنا تجارب كتيرة، لكن إحنا الهوية بتاعتنا أو الثقافة بتاعتنا ما بقتش موجودة. طب إحنا ليه ما نقدرش نعمل جديد منها؟ لا نقدر. معلش يا عمرو عشان انا ما سمعتش، يعني الاغنيه دي هيغنيها اكتر من صوت من كل الوطن العربي؟ بالظبط. مين لان في بقى الاخر مين الاصوات اللي هتغنيها؟ في الاخر فكره الذكاء الاصطناعي ان هي تعيد التراث مره اخرى، هي فكره عشان اوجد منتج جديد للاجيال اللي موجوده دلوقتي، بدل ما احنا عمالين نقول احنا وقفنا عند هنا وما بنتحركش. انت حقك ان انت تحلم واحنا نحكم بعد التجربه اكيد، لكن مين اللي هيغني من الاصوات؟ ممكن تقول لنا مين هنسمعها النهارده الساعه 7 باصوات مين ومين ومين؟ النهارده الساعه 7 ان شاء الله اول فيرجن من الاغنيه هينزل بصوت الاستاذه الفنانه الكبيره مي فاروق. مي فاروق، تمام. بالظبط. من مصر. وبعدين من مصر. وبعد شويه هيغنيها حد تاني وحد تالت، وانا هغنيها هنزلها بصوتي عشان كل الناس تحفظ برضه. يعني انت لسه مش محدد مين المطربين الاخرين اللي هيغنوها بعد ما يفاروق؟ انا بعد يعني بعد ما يفاروق، احتراما طبعا قامه كبيره وصوت مصري اصيل، احنا النهارده مي هي اللي هتقدم الاغنيه، وانا بعد كده كملحن هقدم الاغنيه عشان الباقي كله يحفظ مني. لكن انت يعني ده حلمك واللي انت بتشتغل عليه انها تتغنى باصوات أولا مختلفة؟ اولا ده مش حلم، ده مش حلمي بس. دي ثقافة مصرية، انت حضرتك لازم تدافع عنها وكل الاعلاميين يدافعوا عنها.
دي ثقافتنا المصرية بتاعتنا احنا، مش بعد شوية هنيجي نقول الثقافة دي راحت فين؟ فين هويتنا؟ هويتنا احنا ايه؟ الآلات الشرقية بتاعتنا فين؟ هو ده حاجة حلوة ان هي موازية للي احنا بنسمعه واللي ممكن ناس بترفضه ويسمى مهرجانات، مفيش يسمى حد اي مسمى اللي اخر، بيرفضوه فلازم اللي يبقى في توازن، بالظبط في هنا نوع غنى وفي هنا نوع ايا ما كان بيطلق عليه اسم ايه، غنى ولا غير غنى، فدي حاجة لا كويسة لا، وفي ومجهود حاجة لازم حضرتك تشكر عليه. تطرحيها، وفي حاجة لازم حضرتك تطرحيها قدام الجمهور ومستمعينك ومشاهدينك، إن النهاردة المهرجانات ما قامتش غير بألحاننا إحنا. يعني أنا النهاردة مجموعة من ألحاني اتغنت في ودنك. النهاردة عندك أغنية بتتغنى لعبد الحليم حافظ، واخدين الكلام بيغنوه، فأنت قدام مهزلة فنية، مهزلة. ده غير كده كمان أنا ما بعترضش على أي حد، أنا بعترض دلوقتي على مين اللي بيغير الثقافة دي؟ مين الأشخاص اللي ورا تغيير هويتنا؟ يعني اللي بيطلقوا على نفسهم أغاني مهرجانات سرقوا ألحانك أو عملوا من ألحانك ما هو أغاني؟ حضرتك أكيد مش متابعة بقى، لا تابعي، لأن أنا طلعت وبينت بإثباتات وحاجات، الموضوع كبير مش صغير. فعشان ما تخليش المشاهد لا كل لا الناس انا بفهم منك، ما انا ممكن اكون انا سمعت بس ممكن تتشابه علينا حاجات لا كتير، لا انت اللي لا تقدر لا لا، توضح. احنا لازم نأكد المعلومة، لأن ده في الآخر بلدنا، في الآخر دي مصر. طيب بمناسبة المعلومة، هي مي فاروق نشرت على صفحتها ان هي اللي هتغني الاغنية الجديدة وعلى وانت كمان نشرت، فهل معنى كده ان انت تراجعت عن فكرة ان استخدام صوت ام كلثوم في الاغنية دي بالذكاء الصناعي؟ يا فندم، مين اللي قال ان هو صوتها يا فندم؟ مين اللي قال ان هو صوتها؟ الاعلام. ده صوت اسمه ذكاء اصطناعي. انا اللي مغني بحط عليه افكت، بعمله بصوت قديم بس، وكان من يعني بدي للمستمع ان انت ممكن تشوف الصوت ده بالشكل القديم بتاعنا، بالالات الموسيقيه القديمه، بهويتنا اللي هو اسمه مشروع احياء التراث، تحت بند مشروع احياء التراث. طيب امال انت رحت لاسره ام كلثوم بتقول للاسره المالكه لو هو ده مش صوت ام كلثوم، يعني كنت بتستاذنهم في ايه او بتشوف ايه؟ وهل يا فندم الاسره لو هي اللي استخدمنا، مالكه ولا محسن جابر؟ يا فندم لو استخدمنا الاسم او الصوره، من حقهم ان انا استاذنهم. الاسم او الصوره، الاسم او الصوره، الاسم او الصوره، الاسم او الصوره، تاني الاسم او الصوره. طيب حضرتك رحت للأسرة، في محسن جابر كان طرف، مين اللي مالك هنا؟ يعني لما رحت للأسرة مين اللي مالك حق الحق في أم كلثوم؟ شركة محسن جابر ولا أسرتها؟ يا فندم علشان الناس تبقى مستوعبة والجمهور العربي كله يبقى مستوعب، لأن أكيد برنامجك متشاف. حضرتك المنتج لا يملك إلا المصنف الفني الخاص به. يعني إيه المصنف الفني؟ عمرو بسط هضمه، يعني الكلمات والألحان فقط المرتبطة بالمصنف الفني بتاع صوته. يعني مثلا أغنية أنت عمري مثلا، هو بيملك صوتها في أنت عمري اللي هي تحت بند الكلمة واللحن. يعني هو بيملك حقوق الكلمات والألحان والصوت اللي فوق الكلام ده، المصنف ده بس. لكن الأسرة هي اللي لو حد يا بيعمل فندم أي أنا حاجة يروح دلوقتي بعمل يستأذنه. مصنف جديد من ألحاني، هو ليه علاقة بيه إيه؟ هو بيتكلم ليه؟ بس اللي هو انت دلوقتي بتقول ان انا بحاول احيي التراث، ما كنتش بجايب اغنيه ام كلثوم انا اللي بغني وحاطط افكت لصوت او صوره ام كلثوم، وان انت رحت لا استاذنت افكت الاسره. صوتي 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 صوتي، وانا عربي او مصري افتخر ان ام كلثوم هي ام كلثوم، مش ملك حد، ام كلثوم ملك مصر وملك الاسره فقط في الحق الادبي. بس انت بتقول ان انا انت مش اتمنى ان هم يشيلوا اغنيه الليمبي اللي اتريقت على الاغنيه بتاعته عشان هو بيحمي التراث، يا ريت يشيلها بسرعه دلوقتي على اليوتيوب، الناس تخش تشوفها. مش عايزين اي حد يعمل شعارات، لان الفتره دي مش شعارات، خلاص الشعارات انتهت. الاغنيه اللي هي بتاعت حب ايه، يعني انت بالظبط بتشوف ان دي يشيلها حالا دلوقتي من اليوتيوب. ده هو ده الاهانه ليها، هو ده الاهانه لفننا، هو ده اللي دمر ثقافتنا وتراثنا، هو ده الاهانه الكبيره. طيب عمرو باعتبار من فضلك لو سمحتي تدعو من خلال برنامجك بحذف كل ما يسيء الى التراث.
ما هو طبعا او ما حدش يبقى بتاع شعارات، احنا في لان اللي هيبقى بتاع شعارات في ناس هتقف وترد عليه. لا ما بتخافش، احنا في البرنامج ضد اي حاجه تسيء للفن وتسيء لمصر. هو أساء لمصر كلها اكيد، احنا ضد الاساءه بغض النظر. هو أساء لمصر كلها اللي يغني بالثقافه دي، وانا ما بذكرش اشخاص، لكن من فعل ذلك ومعه الحقوق ويقدر ان يوقف هذه المهزله ولم يوقفها لمجرد ان هو بيستنفع منها ماديا، هذا في حد ذاته تدمير الثقافه المصريه، تعمد تدمير ثقافه مصر. انا دايما بشكر حماسك يا عمرو، ودايما بحب حماسك، وبجد يعني حماسك زي الهامك وابداعك، يعني احنا دايما سعداء وبنستمتع بالحماس وبالابداع بغض النظر عن التفاصيل الاخرى. طب قول لي بقى، بعيدا عن الاساءه وان احنا نتمنى اي حاجه مسيئه طبعا لفن والمصر انها ما تبقاش موجوده، لقب ملكة الشرق انت بتقصد بيها مي فاروق ولا ام كلثوم؟ لقب ملكة الشرق اللي الاغنيه هتنجح بيه. يعني الاغنيه نزلت، اللي هتفوز بملكة الشرق هي اللي هتغني الاغنيه بالشكل اللي كل الجمهور. انت يعني كأنها استفتاء للجمهور بالضبط. مين افضل صوت غنى الاغنيه دي؟ لا بس هي مي مش محطوطه في مقرر اكيد، بس انت جايب مي لوحدها ملكة الشرق. مي لوحدها ملكة الشرق، بس انت هتخلي الهدف لينا. طب انت ليه مخلي الاصوات عربية كتير هتغنيها؟ لان التراث المصري دايما كان هو اللي بيسيطر على الثقافة العربية، عشان هويتنا المصرية هي اللي كانت بتسيطر على ده، وما فقدناها فقدنا حاجة كتير كبيرة. انت حضرتك دلوقتي بتقولي ان نوع من الموسيقى مسيء للبلد ومسيء لمصر ومسيء لكذا، صح ولا غلط؟ ده في نظري، في نظر ناس تانية ممكن يشوفوه ان هو عادي ولطيف. يا ريت بقى حد يشوف مين اللي بياخد الكوبي رايت بتاع الحاجات اللي بتسوق لمصر دي ويتحاسب. طيب دي دعوة منك، وانا بنأكد عليك، دي دعوة منك لأولي الأمر، للناس اللي مهتمة، لأي حد، معرفش مين الجهات المعنية المفروض. لا وعلى فكرة في أغنية ليا عاملة 32 ألف دولار، احنا ممكن يبقى الدخل القومي بتاعنا زي اللي بنحصله من المصريين في الخارج، يبقى زيه بالظبط من حقوق الكوبي رايت. يشوف طيب الفلوس دي كلها بتروح فين. عمرو ممكن نطلب منك طلب وتبقى طبعا كريم وصاحب فضل فيه ان انت تيجي تنورنا، عشان احنا محتاجين نعمل معاك حوار. أنا لما ترجع من السفر وهرجع يوم 18 ان شاء الله. ان شاء الله.